أهلا بكم في تيست مجلة يورونيوز للطبخ. اليوم نحن في منطقة بورغانيا الفرنسية الشهيرة بنبيذها الاستثنائي. لن نحدثكم عن النبيذ وإنما عن مشروب آخر هو الساكي. غوتيه روسي، شكرا لاستقبالنا في كرومك. أنت خبير بالنبيذ وزراعة العنب وأحد المتخصصين العالميين بالساكي. ألفت كتابا أصبح مرجعا وهو نيهونشو الساكي الياباني، لهذا أخبرنا المزيد عن خصائص الساكي الفريدة. مرحبا بك. أولا، ما يحدد خصائص الساكي هو المادة الأولية أي الأرز. في ظروف جيدة يمكن لأي فاكهة أن تتخمر طبيعيا فتعطي الخمر، إذن الأمر لا ينطبق على الحبوب. الساكي الياباني هو اختراع صاف لعبقرية الإنسان. نتوجه إلى قبو دار العائلة المتخصصة بالنبيذ وذلك لتذوق الساكي. يدرك الإنسان نكهة الطعام وفق 5 نكهات رئيسية وهي الأمامي والحلو والمالح والمر والحامض. أمامي هو مذاق لذيذ كصلصة البندورة التي طال طبخها فترة طويلة. الساكي بشكل طبيعي غني بالأمامي وبطعم السكر، كما أنه أقل حموضة ومرورة من النبيذ أو الجعة. بطبيعة الحال هذا ما يجعل من الساكي ممتعا وإيجابيا. إذن الساكي يتناسب جيداً مع بعض الأطعمة، خاصة مع الأطباق التي يصعب تناسقها مع مشروبات أخرى كالهليون والبيض وثمار البحر. وتبين أن الحديد هو العنصر الأساسي الذي يخلق نكهات كريهة حين يرافق ثمار البحر، ولأن الساكي يفتقر للحديد فهو مناسب لجميع أنواع ثمار البحر. نغادر بورغونيا إلى شامبانيا، وهي منطقة أخرى تشتهر عالمياً بنبيذها الخاص بها. سيلفان، أنت تنظم الصالون الأوروبي للساكي، إنه أكبر حدث مخصص للساكي خارج اليابان. هل يتزايد اهتمام الطهاة في أوروبا بالساكي؟ الساكي يرافق بشكل طبيعي المطبخ الياباني الذي عايش ولادته، لكن يمكن للمطبخ الغربي أن يستفيد منه، إن كان المطبخ الفرنسي أو الإيطالي. منذ نشأة مطبخ الحانة وحتى مطبخ المطاعم المتوجة بنجوم، الساكي لا يكمل فقط النبيذ وإنما هو قادر أيضاً على مراجعة وصفات الطهي للأطباق التقليدية والحديثة. في مطعم لاسية شامبانواز استقبلنا أرنو لالمان الشيف المتوج بثلاثة نجوم ميشلان، إنه يحب التنسيق بين ثمار البحر والساكن. سنتذوق وسنحاول، سنقوم بالتنسيق، ستجعلوني أحلم مع الساكي وسأجعلكم تسافرون مع أطباقي. اليوم سنحاول طهي سرطان البحر الذي تم اصطياده في بريطانيا. سلقناه في اللحظة الأخيرة، نخرجه من الماء ونفتته بعناية بواسطة ملقة للشعر للحصول على أكبر كمية من اللحم. طعم هذا اللحم سيظهر مع السكي. لدي دوما هذا الجانب المتوقد لأني من منطقة شامبانيا. لدي فضول للتعرف على هذا السكي المتوقد بالفقاعات. بالنسبة إلي إنه اكتشاف حقيقي. هيا سأضع حبة لفت هكذا، وحين تضعها في فمك مباشرة بعد مضغها يمكنك تذوق الساكي. هيا الآن يجب تناول الساكي. اللفت شكل صلة وصل بين الساكي وسرطان البحر مع حساء السمك. الجانب القارس لللفت جعلك تشعر كما لو أنك وضعت لسانك على شوك. هنا اللفت شكل صلة الوصل مع الساكي.